بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا لا تجد غير الفلسطينيين يسبون العرب وحكام العرب، وبالتحديد مصر، السعودية، الإمارات، البحرين؟ أنا هطرح عدة أسباب ونناقش هذه الأسباب. أول سبب، هل لأن فعلا هذه الدول التي يسبونها تستحق السباب؟ تستحق ما يفعلونه؟ اثنين، هل هذه هي طبيعة الشعب الفلسطيني من الإحساس بنقص في الشخصية وأن بلادهم محتلة ويحقدون على البلاد الأخرى لأنها تعيش مثلا مستقلة ويعيشون في بلاد، وهم منهم اللاجئون ومنهم المتشردون ومنهم المحتلون؟ نمرة ثلاثة، هل بسبب أن هؤلاء الفلسطينيين الذين يسبون خونة وعملاء لإيران وإسرائيل وتركيا وقطر، هل دول الرباعي يستحقون فعلا كره بعض الفلسطينيين لهم ويستحقون هذه السباب؟ من وجهة نظري لا يستحقون لعدة أسباب سأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. ما اقدرش أحصر الأسباب كلها، في أسباب كثيرة جدا جدا تقول أن هؤلاء الدول لا يستحقون إلا الشكر والعرفان والتقدير والاحترام لما قدموه لفلسطين من خدمات منذ أن نشأت مشكلة فلسطين، دعم مادي ودعم معنوي ودعم إعلامي وكل الدعم. بل أن الشيخ زايد في السبعينات أعطى لأحمد ياسين مؤسس حركة حماس أعطاه 50 مليون دولار. شوف تسوي كام النهاردة. إذن من وجهة نظري لا تستحق السباب، بل أن هذه الدول لم تترك أي إنسان أو أي دولة إلا وتساعدها. إذن لا يستحقون من وجهة نظري، لا يستحق. نيجي للسبب الثاني، هل بسبب أن الفلسطينيين عندهم عقدة نقص وأنهم كارهون لأنفسهم قبل أن يكرهوا العرب لأنهم هم محتلون لاجئون مشردون ويحقدون على هذه الدول لأنها دول يعني مستقلة تعيش في استقرار وأمن وأمان؟ هل هذا سبب إن هم دائما يسبوا في هذه الدول؟ أنا أستبعد هذا السبب أيضا، وأستبعد السبب الأول. السبب الثاني ده لأنهم لو هي الحكاية موضوع حقد على الدول المستقرة ومستقلة وإلى آخره، كانوا يسبوا في الجزائر، يسبوا في ليبيا، يسبوا في تونس، في المغرب، في السودان، صح؟ ما هي دول مستقلة برضو. فعلى هذا النسق نستبعد هذا السبب الثاني. إذا لن يبقى عندنا إلا سبب واحد. هذا السبب هو، هل هم عملاء خونة لأجندات خارجية تعمل لصالح الكيان الصهيوني في المنطقة العربية؟ ما رأيك وما هي وجهة نظرك؟ من وجهة نظري نعم. لماذا؟ لأنه ليس من مصلحتهم أن يسبوا الدول التي تدعمهم وتقف بجوارهم، هذا من الغباء. فبعض الفلسطينيين يقومون بهذه الوظيفة خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية بقيادة قطر، بقيادة قطر، وهؤلاء الناس الذين يقومون بهذه الأعمال هم تجدهم من الإخوان المسلمين أو تجدهم من العملاء المرتزق، حتى لو هم مش إخواني بس عميل مرتزق تعود على الارتزاق، تعود إن هو كما باع وطنه باع شرفه ودينه وباع أصله. أتكلم عن بعض الفلسطينيين الذين يسبون الحكام العرب والدول العربية وبالخصوص الدول الأربعة، فإذا يتبنوا هذا المشروع كدول قطر، وتعمل قطر لصالح إسرائيل عمالة مباشرة، وتمول الإخوان المسلمين اللي هم أذناب قطر لكي يخدموا المشروع الصهيوني، وتستعين قطر بقوة تركيا العسكرية لتنفيذ هذا المشروع وتموله ماديا
تعرفين ان قطر عندها فلوس بس ما عندهاش جيش، دولة صغيرة الحجم قليلة التأثير الدولي والإقليمي، فهي لا تستطيع أن تؤثر إلا بالإعلام فقط، فيتبنى هذا المشروع من الناحية الإعلامية ومن الناحية المادية، وتركيا تتبناها من الناحية العسكرية حتى يستطيع إنفاذ هذه الأجندة بغطاء الدين والمتاجرة بالدين، لأن إسرائيل ومشروع الصهيوني لا يستطيع أن يفعل هذا، لأن لا أحد يعني لا أحد يسمع له، لا أحد يصدقهم، فهم استعانوا بهؤلاء الخونة كدولة قطر، ودولة قطر تدعم الإخوان وهم أذنابها في الوطن العربي، وبدأوا يجيشوا الجيوش إعلاميا لتهيئة العقول العربية حتى تتقبل الاحتلال التركي مرة أخرى، ثم بعد ذلك تتدرج إلى أعلى، تصعد إلى أعلى، تركيا نفسها حذاء في قدم إسرائيل وأمريكا. إذن العملية تسلسل، أوطى حذاء اللي هم المرتزقة والإخوان، المرتزقة من فلسطين والإخوان من فلسطين زي حماس والإخوان في جميع الدول العربية، دول حذاء في قدم قطر، ثم قطر حذاء في قدم تركيا، ثم تركيا حذاء في قدم أمريكا وإسرائيل. هذه القضية بكل يسر وسهولة. إذن السبب الثالث أنا اللي رجحه 99% إن هؤلاء الذين يخرجون يسبون، وهي ظاهرة كبيرة ليست يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا أنا أقدر أعدلك كتير، لكن خذ على سبيل المثال مثلا حتى العيال الصغيرة زي بلال محمد عبد العال مثلا، طبعا هو معروف يعني هو وراءه حركة حماس والإخوان وكده، فطبعا هؤلاء الناس يعملوا لزرع الفرقة بين العرب وبين فلسطين، ليه؟ حتى يتركوا القضية الفلسطينية ويغسلوا يديهم منها. خلاص ناس بتسبني وناس بتشتمني، طب أقل واحد عربي من السعودية ولا من مصر ولا من الإمارات يقولك يا عمي طيب انت طالما بتشتمني أحرر لك أرضك ليه، وضحي بنفسي ليه، وأروح أموت ليه عشان فلسطين، ولا أنفق الأموال دي كلها والسلاح والدماء؟ طب أنا أوفر ده، أنت كده كده بتشتمني، فأنا إيه اللي يخليني أدافع عن فلسطين؟ حتى بالكلام مش هدافع، مش هبعت لك فلوس. فهنا تفقد فلسطين الدعم العربي، وبالتالي تنفرد بها إسرائيل وتعمل كما تشاء، تحتل باقي المنطقة وتضم باقي الأراضي كلها بتاعت فلسطين لإسرائيل، وما فيش حاجة اسمها فلسطين، وتمسح اسم فلسطين على الخريطة. هذا هو الهدف، وهذا الهدف ينفذوه اللي هم بيشتموا في الدول العربية وحكام العرب. طب ايه السبب اللي هيخلي العرب ما يدعموش القضية الفلسطينية؟ لأنهم هم طبعا بدأوا يشتموا في الحكام، الحكام فاهمين اللعبة، شغل مخابرات فاهمين اللعبة، وما زالوا يدعمون فلسطين، يشتمون يشتمون، فبدأوا يشتموا في الشعوب نفسها، فيبتدي هو عايز يعمل ضغط شعبي جماهيري على الحكام من أصحاب البلدان نفسهم. يعني مثلا الشعب السعودي يضغط على الملك ويقول له لا ما تدعمش فلسطين، بيشتمونا للنهار. نفس حكاية الشعب المصري يبدأ يكفر بالقضية، ويكفر يعني احنا تربينا على ان فلسطين دي هي قضية العرب، وكنا بنكبر ونتعلم وعايزين نروح الجيش عشان نحرر فلسطين، فاهمين؟ فبدأ الانسان بدأ ما يسمع شتمته بيدنه كلهم سب ولعن وقذف و و و اقذع الالفاظ يا اخي، يعني سبحان الله. فيعمل ايه؟ يكفر بالقضية. اما فلسطين ايه يا عم بيشتمونا ليل نهار، طب ما يحرر ارضهم يا عم الحاج، يقول لك كده هو. فبدأوا بسب الحكام ما بنتش النتيجة، الحكام ما زالوا يدعمون، بعتوا المعونات وبعتوا الفلوس وبعتوا كل حاجة، وما زالوا يسبون، فبدأوا يسبوا في الشعوب، زي الفيديو ده بتاع واحد فلسطيني في تركيا بيعمل ايه؟ بيسب الشعب السعودي ويصفه باليهودي، وللأسف يعني طب انت اطلع بوشك كده ما تقولش انا فلسطيني، لكن هو كاتب فوق كده على تويتر كاتب ايه؟ شكرا قطر فلسطيني كذا، ويعني يكون يخدم. هتشوفوا تعالوا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. الآن يرفع الأذان في مسجد آيا صوفيا، يرفع الأذان أيها الأوغاد السعوديين، سمعين أذانهم؟ سمعين الأذان؟
يا أوغاد، أنتوا أصلا مش مسلمين، أنتوا يهود، أصلكم يهود يا آل سعود. شفتوا الفيديو؟ كان ممكن ينزل اللي هو نزله ده ويقول لك انتوا يهود، وعمال يعني يعمل مقارنه، يعني ايا صوفيا اسمعوا، كنيسه ايا صوفيا اسمعوا، يعني الاذان في الكنيسه اسمعوا، ما زالت كنيسه، يعني مين اللي خلاها مسجد؟ هو في مسجد لما اردوغان قال هذا المسجد ليس للمسلمين فقط، هذا لكل الناس، لكل الدنيا، للنصارى واليهود والبوذيين، وعملوا متحف. هو المسجد لا يكون الا للمسلمين، خلاص. فالغرض من هذا الفيديو ما هو؟ يعني فيديو بتاع 18 ثانيه، ايه الغرض منه؟ كاتب من فوق فلسطيني، يعني وانت ما ينفعش، يعني انا دلوقتي انا مثلا لما انا بعرض قناتي دلوقتي مثلا وبتكلم، هل حد يعرف ان انا مصري الا اذا جاءت قدرا كده نطقت، يعني ايه بيقولوا عندنا كده، يعني محدش يعرف الا لما ممكن انا صرحت في مره، لكن مش دايما انا بقول انا مصري، مش كل فيديو اطلع اقول انا مصري، مش كل فيديو اكتب عليه انا مصري، صح؟ هو ليه كتب كده فلسطيني؟ اه، في رسالة عايز يوصلها، في رسالة ان في واحد فلسطيني كده يقوله في السعودية، في فلسطيني بيقول علينا ان احنا يهود مش مسلمين، ويشتمنا ويقول ايها الاوغاد. يبقى هنا في بقى في ضغط جماهيري شعبي على القيادة في السعودية، لا امنع الدعم عن هؤلاء، وامنع الدعم، امنع الدعم كله، مش المادي بس، دعم معنوي، دعم سياسي، كله. اذا فلسطين هتضيع، وهو هذا هو الهدف، لأنهم هؤلاء بعض الفلسطينيين عملاء لمين؟ للصهاينة بقيادة قطر وتركيا وإيران، دول محور الشر في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. طيب، علشان الفلسطينيين المغرر بيهم اللي هم الشرفاء يطلعوا بيزعلوا ان احنا بنشتم واحد فلسطيني، ولا احنا بنرد على واحد فلسطيني، بيبقى زعلان جدا، لكن هو ما يعرفش اصلا احنا نقصد ايه. احنا ناس شرفاء بفضل الله، وناس وطنيين، وبنحب فلسطين عنكم، وبنحب المسجد الاقصى عنكم، بل ودفعنا الكثير عنكم. انتم 70 سنه عايزين تحرروا، حرروها قدامكم. انت اللي بتتشدق بالوطنيه، ودول بيقدموا القتلى ويقدموا الشهداء كل سنه، يا حبيبي قدموها فين؟ يعني سيبك من الدندنه والمظلوميه اللي عمال تغنيها، مثلك مثل الاخوان يقولوا بيدخلونا السجون، والشيعة مظلوميه الحسين، هو انتوا كده مظلوميه يا اخي. الشهداء الذين تقدمونهم هم لكم ليسوا لنا، يعني انت 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 ليه 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 بتتاجر بدم الشهداء؟ الشهيد الذي قدم نفسه شهيدا هذا خلاص، هو نسال الله سبحانه وتعالى يتقبله في الشهداء، وانتوا بتحاربوا على ارضكم مش عشاننا. يعني انت ليه محسسني انك انت الشهداء دول بيسقطوا من عندك عشان احنا؟ لا، ده عشانك انت. انت بتقول لنا احنا ليه يعني؟ ايه اللي احنا نعمله لك يعني؟ احنا عملنا اللي احنا نقدر عليه، ولما نقدر ان شاء الله هنعمل. لكن انت ما تقعدش تقول لي كل شويه الشعب اللي قدم الشهداء ده شعب، يا اخي انا مالي؟ ما يقدم شهداء ولا ما يقدمش، يا اخي انتوا احرار، بس دي مش من انت يعني مقدمه لنا احنا، ولا اللي كمان الفلسطيني اللي يطلع يقول لك احنا بندافع عن الامه كلها. امه مين بتدافع عنها يا حبيبي؟ يا اخي دافع عن نفسك الاول، انت ما تدافعش عني انا، دافع عن نفسك. يا اما انت مش قادر تدافع عن نفسك هتدافع عني انا؟ كلام يكون يعقل؟ هؤلاء يحاولوا يجعلون الجماهير تضغط على حكامهم فيمنعون الدعم للقضيه الفلسطينيه، وبالتالي تنتهي القضيه الفلسطينيه ولا تجد احد من العرب يدعمها، وخصوصا الدول الثلاثه، إذا كانت مصر والسعودية والإمارات، إذا رفعت يدها عن القضية الفلسطينية ضاعت القضية الفلسطينية. ولما أقول لك كده تقول لي إيه؟ ليه؟ أمال الدول التانية فين؟ طب يا حبيبي ماشي، إحنا بندعم على قدر استطاعتنا، إحنا في مجتمع دولي، عايشين في مجتمع دولي وليه قوانين وضوابط. سيأتي اليوم إن شاء الله عندما يريد الله تبارك وتعالى تتغير الأحوال ونحرر فلسطين، إيه المشكلة؟ لكن أنت لا، أنت مش عايز تفهم كده خالص. وبعدين لما اجي اكلمك بقول لك دول انا بسيب في الحكام ما بسيبش في الشعوب، لا الكلام ده غلط. هم الحكام والله اللي بيدعموك، والله الحكام هم اللي بيدعموك. يعني احنا مثلا كشعوب نزعل يا اخي لما تشتم الكبير بتاعنا، لازم نزعل ونغضب. لو انت فاكر ان فلسطين تحرر من داخلها كذبت، لو انت فاكر ان تركيا تحرر فلسطين كذبت، لان تركيا اللي سلمت فلسطين لليهود. لو انت فاكر ان ايران
حرر فلسطين؟ كذبت، لأن إيران هي تسب من فتح القدس وحرر فلسطين من قبل. فاغسل يدك من كل هذا وارجع لعقلك، ليس لك إلا العرب. أنا مش بقولك الكلام، نحن محتاجين لك في حاجة، نحن أغنياء عنك، أنت الذي تحتاج إلينا، أنت الذي تحتاج إلينا، وليس منة منا، أنت أخونا في النهاية ونحن أخوة في النهاية، لكن الأخ لا يطعن في أخيه دائما وأبدا. وأنا أقول لمن يطعن، الكلام ده موجهه للناس اللي هم اللي ما عندهمش أجندة، لكن غالبية اللي بيطلع يسيبوا زي ما قلت لكم عندهم أجندة خارجية، وهي تضييع القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني الصليبي في منطقة الشرق الأوسط. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.